مرحبا أحبابي، اليوم بدي أعمل أنا وياكم من البشار وجبة كتير طيبة ومغذية وبسيطة للأطفال. بتعرفوا كلكم ولادكم بحبوا البشار، بهيدي الطريقة بياكلوا بشار وبيكسبوا وجبة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي عنا هون بالطنجرة زيت نباتي، بحمي الزيت منيح على الغاز، بنرجع بنحط الذرة فوق الزيتات. بس حمي الزيت منيح بحط الذرة، بس بلش يفرقع البشار منغطي الطنجرة. بس خلص البشار وصار عنا بهيدا الشكل. هلا بطفي الغاز. بدنا نكفي الطريقة مع بعض. عنا مقلاي، حط زيت زيتون، بحط البيضة بكاسة، بحط فوق البيضة شوية حبق بازل وملح، رشة بسيطة، بخلطهم منيح مع بعض. هلا بحط المقلاية على الغاز ليحمى الزيت عنا. بعد ما حمي عنا الزيت بحط البيض، كمان بحط قصام من البشار، بتحطوا قد ما بدكم بشر حسب ما بدكم. انا حطيت النار، حركن مع بعض. هيدي الوجبة صارت جاهزة، هيدي وجبة البيض والبشار اللي عملتها انا وياكم للاطفال. بتمنى الطريقة تكون نالت اعجابكم، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي احبابي.